تجربة تعيين سرعة الصوت بيبقى عندي أنبوبة فيها مية وأنبوبة تانية مفرغة، بضرب الشوكة الرنانة في أي حتة وبحطها فوق الأنبوبة المفرغة وبحرك الأنبوبة المفرغة لفوق اللي هي من أول هنا لهنا لحد ما أسمع صوت رنين عالي، فبحدد المسافة اللي من سطح المية لحد بداية الأنبوبة، فالمسافة ديت بتبقى L1، وبعد كده أضرب الشوكة الرنانة تاني وبعلى بالأنبوبة المفرغة لحد ما أسمع صوت رنين تاني بس بيبقى أقل في الصوت، فبقوم قايس المسافة التانية اللي هي من سطح المية برضك لحد بداية الأنبوبة، فديت بتبقى L2، فاللمضة بتساوي 2 في L2 ناقص L1 L2 المسافة التانية، L1 المسافة الأولى، والفي اللي هي سرعة الصوت بتساوي لمضة في الإف، الإف اللي هو التردد، بعد كده أعوض باللمضة في القانون بتاع السرعة اللي هو ده، يبقى الفي بتساوي 2 في سرعة في التردد في L2 ناقص L1 الفيلوستي اللي هو سرعة الصوت، اليونت بتاعتها متر بير سكند. أما أنا بقيس ال L1 وال L2 فدول بقيسهم بالسنتيمتر، فبقسم على 100 عشان أحولهم للمتر، وبعوض في المعادلة ديت، والفريكوانسي تردد الشوكة بيبقى مكتوب على الشوكة. والسلام عليكم ورحمة الله.